هذا عليانت عليانت علي في تقاسيم عليك كمان بعد مدة تقريبا 20 سنة لم يعزف على آلة الكمان. واليوم هاو شف الآلة ويحاول باش بعد ما كان راح الزمان زمان كان يقدر يعزف، أما الآن راه على حسب إمكانياته، ولهذا راح يطلب علي التهامي المعذرة على يعني إذا كان فيه خلل، والخلل كاين ولا باش. رصد على الضوء التقعيبة راهي دوكا رصد انا من بياتي صعب دوكا رصد والمعذرة. شكرا.